إفيه كوميدي من فيلم أو مسلسل تفتكريه؟ إفيه كوميدي؟ أكله، شربه، نومه، حمومه علينا. مش متابع والله. في فيلم زمان كده لإسماعيل ياسين وحد تاني كده، فكان بيتريق عليه بيقول له كتكنيله روح وانت شبهي. انت جيت اندهش هنا يا ابراهيم. الحرب العالميه الثالثه، قال له انا صلاح الدين اخو علاء الدين. قال له الثاني صلاح الدين الايوبي، قال له انا صلاح الدين الايوبي اخو علاء الدين الايوبي. بحب الحته بتاعت ابو الهول لما جه استخبى عند رجل ابو الهول، قال له هات سيجاره، قال له طب هات 10 جنيه بروح جاي. صبح صبح يا عم الحاج، ده اللي هو كان بتاع محمد سعد. انا متسفي يا معتز. داخل بالبدله وراح بيقول لا بعد اذنك انا عايز الكتاب ده، هو الكتاب. قلت له الكتاب ام قبلها ده. اي طبعا اتخني امتى. احلام الفتى الطائش، اكهرب لك نفسي عشان ترتاح، ارمي لك نفسي من فوق الترابيزه. بحب قوي لما كانوا قاعدين مع بعض قال له ابو تقل دم امه، ما بحبوش الواد ده.